قلت اكتر من مره وبشيء ملحوظ من الثقه، فكره ان احنا عارفين ان احنا هنفوز حتى ولو كنا في اخر دقيقه، ودايما بقى معروف كمان بالذات في الفتره الاخيره بموضوع بلس 90 مع النادي الاهلي. بقدر ثقة الجمهور في قدرة النادي الأهلي على إنهاء المباراة حتى في الثواني الأخيرة منها، مش هيبقى الأريح للجمهور لو كان النادي الأهلي حاسم اللقاء من قبلها؟ يعني ليه نقعد على أعصابنا لغاية آخر ثانية؟ طبعا كل مباراة وليها ملابساتها، بس الموضوع متكرر، يعني برضو الواحد يسأل، مش الأولى والأريح لكل الأطراف إن يبقى الموضوع خلصان من بدري؟ هنرجع تاني للسؤال اللي حضرتك سألته، ليه دايما بنقول إن موسيماني بيعمل تغييرات يعني إيه فيها تعجب شوية؟ هو بعد الجون الثاني هو موسيماني اطمن للمباراه، وهي دي مشكله، يعني هو اطمن للمباراه، حس ان المباراه خلصت وعاوز يدي فرص للناس اللي ما بتلعبش زي حسام مثلا، عاوز يديله شويه، فهي دي النقطه اللي عملت هي شويه بالنسبه للفرقه. لكن نرجع بالنسبه لان احنا ليه عندنا طمانينه، لان عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، عندنا ثقه في اللعيبه بتاعتنا، عندنا ثقه في الجهاز الفني، فبالتالي بيبقى وانت قاعد بتتفرج مطمن ان شاء الله هنكسب. هو طبعا كل حاجه باذن الله، بس ان شاء الله هنكسب. هي ثقه في الفريق، لا عندنا ثقه كبيره جدا بحكم ان احنا يعني النادي القارن، بحكم ان احنا يعني النادي الاهلي، فدايما بيبقى عندنا ثقه دايما ان عندنا دايما على مر العصور مهاجمين بتقدر تعمل الفرق في الوقت بدل الضيع ده، فدي نقطه مهمه جدا جدا يعني. حلو. لكن بالنسبه لان احنا يعني ليه اتزنقنا في المباراه، يعني ترجع لظروف المباراه نفسها، ترجع لارضيه الملعب، ترجع للفرقه اللي كلها بلعيبه، فرقه كبيره جدا بقياده مدير فني كبير، فطبعا كل العوامل دي ادت لان المباراه يعني حصل فيها كده. يعني حتى الجون الثاني اللي جه في النادي الاهلي، لما تشوف حضرتك قبل ما يتعمل الاوفر مين اللي راح غطى مكان معلول؟ قفشه. قفشه اصلا مش باك، لكن هو عشان لعب على الطرف فظروف اللعبه خليته هو اللي يرجع يدافع، فلما يرجع يدافع قفشه برضك مش لعيب يعني يقدر يعمل تاكل ان يقدر يعمل كده، لا هو يعني حتى لعبه كلاسيك، فهو طبعا حتى لما دخل يعني ما هاجمش الراجل بقوه وعاوز يقطعها بالشياكه، فطبعا الراجل عمل الاوفر منه، فطبعا يعني دي ترجع برضك لشغل المدير الفني ان هو حط قفشه شويه على الطرف، وهو اصلا بطبيعته يحب يلعب تحت اللاين فاوت شويه، فدي هي اللي يعني شويه عوامل في التغييرات كده زي ما حضرتك قلت هي اللي عملت المشكله شويه.